جذب الأنظار إليه، تألق، استطاع ضمان مكانه في المنتخب. عبد الرحمن غريب تحت مشهر الصدف في فقرة نجم من نجوم الأخضر السعودي مع راضية صلاح. من هنا بدأت القصة الجميلة للطفل عبد الرحمن غريب مع ناديه المفضل الأهلي، ومنها إلى الفريق الأول العام 2018. صناعة أهلوية خالصة لابن 24 ربيعا، ناشئين شباب مرورا بالفريق الأولمبي ومنها إلى محطة الأضواء. محاولة والانطلاقة، عبد الرحمن استلم، أفضل لاعب في فبراير، شاب لعب، الله الله على عبد الرحمن غريب، يا لي روعة عبد الرحمن غريب. ألم أقول لكم بأن غريب يعني أصبح قريب من كل الأسماء، أصبح غريب أن لا يكون غريب في الأهلي، حتى وإن كان ضمان المكان بعد إصابات حلت بنجوم الفريق، كان هناك البديل، بديل من ذهب. غريب أنت المبتكر، أنت الإبداع، أنت الحيوية، هذا غريب. عشقه للأهلي جعله يلعب بحماس كبير، مهاجم يعشق الأهداف، وموسم رابع مع قلعة الكؤوس. الكل اتفق أن عبد الرحمن غريب صاحب المهمات الصعبة، يظهر في أقوى المباريات. شوف غريب، شوف غريب، شوف غريب، شوف غريب، شوف غريب، الله! الله 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 الله، جول! تبويب، حسوا مرمى، حسوا التمرير، وإلى غريب، وإلى غريب، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله! ومكانة مع المنتخب لم تأتي من عدم. لعب مع الأخضر 13 مباراة، أساسياً في 5 منها، وبديلاً في 8 مباريات، وواحدة لم يستبدل فيها. هذه الفاصلة. اسمع. غريب الذي انضم إلى المنتخب في أكتوبر العام 2018 كان متفرجاً للمونديال الروسي، واليوم يمني النفس برحلة إلى قطر مع كتيبة الفرنسي إيرفي غونار. راضية صلاح، صدى الملاعب.